السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل على كل متابعي اليوم السابع وتلفزيون اليوم السابع. يا رب تكونوا بألف صحة وسلامة، جمعة مباركة عليكم جميعا. يعني أعتقد كلكم مش قادرين تنتظروا المباراة المرتقبة، الأهلي في مواجهة الزمالك في مباراة لا تقبل القسمة على اتنين. لازم من فايز النهاردة، ما ينفعش تعادل. التعادل مش هينفع يكون نتيجة مباراة النهاردة، حتى لو المباراة انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل هيتم اللجوء لضربات الترجيح لتحديد الفايز، لان الفايز النهارده هيكسب كاس مصر. لاول مره بطوله كاس مصر بتقام خارج مصر وبتقام هنا في الرياض في السعوديه، يعني بشكل مختلف تماما وبشكل مغاير تماما. قبل ما نروح للجوانب الفنيه، مكافئات كبيره منتظره البطل النهارده، يعني مكافاه البطل قد تصل لمليون دولار. الوصيف حتى هيحصل، او يعني اللي هيخسر المباراه هيحصل على 350 الف دولار، رقم برده مش قليل النهارده، بخلاف كمان الكاس التقليدي اللي كلنا عارفينه، كاس مصر بشكله التقليدي البطوله الاعرق في مصر. كمان في كاس من الذهب الخالص بقيمه تتعدى ال 250 الف دولار، يعني بنتكلم في حوالي 12 13 مليون جنيه كمان. اعتقد يعني اجواء مثاليه النهارده لخروج مباراه بافضل شكل. ما ننساش كمان ان النهارده افضل لاعب في المباراه سيحصل على 50 الف دولار، يعني حاجات كتيرة قوي منتظرة في المباراة النهاردة. جمهور يعني استقر كمان على الدخلات، وجمهور الأهلي والزمالك النهاردة كمان التذاكر مباعة من أول يوم عن آخرها. 25 ألف مشجع هيكونوا متواجدين النهاردة، هيكون في شاشات عرض عملاقة متواجدة في نواحي المملكة لعرض المباراة، يعني عشان الناس اللي ما قدرتش ان هي تحضر وتاخد تذاكر تحضر المباراه باجواء مختلفه في المملكه طبعا. واكيد في مصر مش هنتكلم عن الاهتمام بالمباراه، اكيد النهارده كل البيوت وكل القهاوي وكل الاماكن هتكون مشغله مباراه الاهلي والزمالك. المباراه ستنطلق في تمام الساعه 7:30 بتوقيت القاهره، 8:30 بتوقيت السعوديه. مباراه زي ما قلنا لا تقبل القسم على اتنين. في بقى كواليس كتير في معسكر الزمالك، كواليس كتير في معسكر الاهلي. خلينا نبتدي بالزمالك، وان مجلس ادارته بيقرر ان هو يعمل يعني زي ما بيقولوا كده مكافآت استثنائيه. كلنا عارفين ان في حاله الفوز بالبطولات بيكون في مكافاه في اللائحه، ولكن مجلس اداره نادي الزمالك قرر ان يكون في مكافآت استثنائيه خارج اللائحه خالص، سواء بقى من اعضاء مجلس الاداره او من خزينه النادي. المهم ان هيكون في مكافآت استثنائيه كبيره للاعيبه نادي الزمالك حال الفوز بالكاس. يمكن برده مستر جوميز استقر بشكل كبير على التشكيل، بنتكلم طبعا اكيد في عواد، بنتكلم في نجوم الفريق. يمكن كان الخلاف كله هل ناصر ماهر ولا اوباما، ولكن لحد دلوقتي اوباما كسبان. افتكروا الكلام ده كويس، اوباما كسبان، وبالتالي ناصر ماهر سيكون متواجد على دكه البدلاء، وكده كده جنب يعني هيكون جنب اوباما النجم الكبير عبد الله السعيد، طبعا اكيد واحد من اهم نجوم نادي الزمالك. واكيد دونجا برضو اللاعب اللي هيلعب في مركز 6، وخط الهجوم معروف، مصطفى شلبي، زيزو، ناصر منسي اللي يعني راجل اعاد اكتشافه، مستر جوميز اعاد اكتشافه بشكل كبير واصبح هو المهاجم الاساسي لنادي الزمالك يعني بشكل كبير جدا جدا، وراجل متالق مع جوميز. خلينا بقى نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي برضو في ظل الاصابات الكتير والغيابات الكتير، لا خلاف طبعا على مصطفى شوبير في حراسه المرمى، لا خلاف على طبعا محمد هاني ومعلول، يعني دول اكيد اللي في استقرار كبير عليهم. رامي ربيعه طبعا في مركز المساك اللي جنبه لسه هبان. بنتكلم كمان في كوكا طبعا بعد اصابته، فبالتالي النهارده مروان عطيه اكيد هيكون في مركز 6، واحد من اهم اللعيبه في المكان ده. امام عاشور هيجز مكانه. عمرو السوليه كلام كبير ان هو اللي هيكون متواجد في خط الوسط بتاع النادي الاهلي لتعويض غياب اليو ديانج. كمان حسين الشحات، بنتكلم في بيرسي تاو، اللعيبه دي خلاص يعني جاهزه وبشكل كبير للمباراه، حتى كهربا اصبح جاهز بشكل كبير للمباراه، ولكن الكلام الاكتر دلوقتي ان مودست هو اللي هيبتدي المباراه. عارفين طبعا الثقه الكبيره اللي بيعول عليها مستر كولر في مودست، يعني بقى موجود كهربا موجود غير كهربا، هو مودست بالنسبه له الخيار الاول، في ظل طبعا اصابه المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي. المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي مش هيكون متواجد في مباراه النهارده بداعي الاصابه. بالله عليك سيبنا في حالنا، احنا فينا في قمه التوتر. ما هي قمه التوتر يا احمد، كلنا متوترين اكيد، كل الناس بكل انتماءاتها متوترين، مش هينفع اكيد لازم نتكلم في المباراه ونتكلم في الاستعدادات، خصوصا احنا هنا في الرياض، فشايفين كل الدنيا وشايفين كل الاجواء. النهارده الملعب كان بيتجهز، الملعب كان بيستعد
للمباراه، وطبعا الاجراءات الامنيه والاجراءات التنظيميه الخاصه بكل حاجه. الانديه استلمت الايديات بتاعتها، الاعلاميين استلموا الايديات بتاعتهم. ان شاء الله باذن الله المباراه تخرج بافضل شكل النهارده. كلنا متاكدين ان الاهلي والزمالك هيقدموا ملحمه كبيره في ظل كمان وجود الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده العميد كابتن حسام حسن وشقيقه كابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب، اللي هيكونوا متواجدين في مقصوره ملعب الاول بارك، ملعب المباراه، الملعب اللي يعني هنا طبعا في مدينه الرياض. وان شاء الله باذن الله هيكون يعني خلي بالكم من نقطه مهمه، كابتن حسام وكابتن ابراهيم متواجدين النهارده لان قائمه المنتخب هيتم الاعلان عنها يوم الاحد ان شاء الله، فبالتالي اكيد يعني بنسبه كبيره هم يعني عارفين ان الاهلي والزمالك ولاعيبه الاهلي والزمالك هم القوام الاساسي لمنتخب مصر، فبالتالي النهارده هيكون في اختيارات كتير من اللعيبه دي، فطبيعي جدا ان هم كانوا عايزين يشوفوهم عن قرب، وهم متواجدين النهارده اهو في الملعب عشان يشوفوا اللعيبه عن قرب. نتمنى ان شاء الله الكابتن حسام التوفيق الفتره اللي جايه. اشرف انت شايف مين كفته ارجح يا عراقي؟ انا شايف يا اشرف ان الاثنين مركزين بشكل كبير، والاثنين حاطين البطوله قدام عينيهم، الاهلي عنده حوافز كبيره، الزمالك عنده حوافز كبيره، كمان الفلوس والمكاسب اللي هيحققها البطل هتديله دفعه كبيره جدا جدا، سواء اداريا ان النادي يقدر يشتري ويقدر يظبط الدنيا، او حتى على مستوى فكره ان انت تفوز على المنافس بتاعك في الديربي وتكسب بطوله، فبالتالي ده هيديك دوافع كتيره في البطولات اللي جايه سواء افريقيا سواء محليا، فبالتالي الفرقتين عندهم ما يكفيهم من دوافع عشان يقدموا افضل شكل في مباراه النهارده. مودست يعني مودست يمكن كلنا عارفين ان كولر بيثق فيه بشكل كبير والراجل بيحبه وبيقتنع بيه وبيقتنع بامكانياته، خلينا نشوف هل مودست النهارده هيكون قد ثقه كولر ولا لا. تمام ماشي يعني خلاص هنحاول نهدى شويه من التوتر، الناس تهدى شويه من التوتر، خلاص لسه المباراه يعني قدامها لسه حبه حلوين، ولكن احنا طبعا كل ما يكون في اخبار وكل ما يكون في حاجات هنبتدي ندخل على طول ونقول لكم عليها ان شاء الله النهارده على مدار اليوم. تغطيه مميزه على تلفزيون اليوم السابع سواء من استديوهاتنا طبعا او من هنا زمايلنا المتواجدين هنا في السعوديه، ان شاء الله باذن الله على مدار اليوم هيكون عندنا تغطيات كتير وتغطيات مميزه. اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.